مساء الخير والسعادة على حضراتكم. الحقيقة المتابع لنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم في أنشطة متعلقة بافتتاح مشروعات خدمية، مشروعات الهدف منها هو المواطن. لو يعني حضرتك دققت النظر هتشوف انه في حرص دائم من سيادته على انه يكون في تواصل مباشر مع الناس، فتح حوار مباشر دايما وصريح مع الناس. الحقيقة انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيحاول يسأل الناس عن أحوالهم واحتياجاتهم وأي مكان الناس بيقولوا إيه للرئيس وإيه اللي ممكن يحتاجوه، بيكون في تلبية لاحتياجاتهم دي. النقطة الأخرى المهمة الحقيقة هي مسألة إنه الرئيس يسمع الناس ويفهمهم كمان إحنا بنمر بإيه، ويسمع تعليقاتهم على القضايا اللي بتتعلق بيهم وبمصر. وهنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون بيستمع بكل عناية، لأنه بالتأكيد اللي الناس بتقوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضعه في اعتباره وهو بيتخذ قراراته. بالتأكيد ده مش الشيء الوحيد لكن جزء من صناعة القرار. وكمان دايما سيادته بيحرص على انه يكون بيوصل للناس الحقيقة ويكون بيوصل للناس الصورة الواقعية تكون قدامهم من غير اي يعني تزييف او تزيين. والنهارده الحقيقة كان ده واضح جدا انه سيادته دايما حريص على انه يكون في تواصل مباشر مع الناس، وزي ما شفنا حواراته مع الناس في قرية الأبعدية. حقيقة أنه يوم حافل، ويمكن كمان من أهم الحاجات اللي مميزة النهاردة هو المؤتمر الوطني للشباب اللي كان بعد كده في اسكندرية. والحقيقة أنه يعني كان بيتناول العديد من القضايا اللي بتهم الناس وبتهم الوطن، وأنا بشوفه حوار وطني آخر بشكل مفصل. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل وبعد كده هنبتدي حلقتنا. نحاول نخفف من آثار الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها بقالها 3 سنين. ده مدة مش بسيطة في عمر دولة انها تفضل تقاوم أزمة كبيرة جدا، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا تابعنا النهارده على مدار اليوم كان المؤتمر الوطني للشباب اللي الحقيقه انا بشوفه حوار وطني اخر، واي حد تابعه هيشوف قضايا تمسه وتهمه وهيسمع كل الكلام اللي احنا بنقوله في قعدتنا العاديه. البدايه يمكن كانت بكلمه رئيس الوزراء واللي يعني استعرض فيها المشروعات اللي اتنفذت واللي كمان لسه بتتنفذ في اسكندريه وفي البحيره، وده كان في عدد من القطاعات. دكتور مدبولي قال انه حجم الاستثمارات اللي الدوله عملتها في اسكندريه وفي البحيره خلال ال8 سنين اللي فاتوا عدى 812 مليار جنيه. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح من خلال الفيديو كونفرنس 3 مشاريع مهمه. شفنا مستشفى كوم حماده التخصصي في البحيره، شفنا كمان وحده زرع النخاع بمستشفى المواساه الجامعي، وايضا افتتح سياده الرئيس مشروع نفق وكباري السادات أسفل طريق كورنيش اسكندرية. كمان شاهد سيادة الرئيس فيلم تسجيلي كان بعنوان مشوار، والفيلم كان عبارة عن تعاون ما بين حياة كريمة ومجموعة من شباب مصر المبدعين، وكان العنوان يا مرحبا بالانتقادات المبنية على المعلومات. النهاردة كمان شفنا تكريم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من النماذج الناجحة والملهمة من أهالينا في اسكندرية، وكرم سيادته كمان اسم الفنان محمود عبد العزيز واللي هو بالتأكيد ابن محافظة اسكندرية على مشواره الفني العظيم. كمان الرئيس النهاردة شاهد جلسة حوارية الحقيقة كان فيها حديث هام جدا، وكان فيها عدد من المتحدثين، كان ما بينهم يعني كلمة للمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، واللي ألقى فيها الضوء على منجزات الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني اللي احنا بنتابعه من أول شهر مايو. وتحدث سيادة المستشار عن 3 موضوعات هامة جدا يعني عليها توافق بشكل كبير ضمن الحوار الوطني. ال3 موضوعات هم الوصاية على المال، وده طبعا موضوع بيشغل بال أسر كتير جدا جدا جدا، وحله يعني يخفف على الناس كتير لأنه كان موضوع قانون قديم زي ما سيادته قال من 52 ولازم يتغير. كمان تحدث سيادة المستشار عن الاستحقاق الدستوري بمشروع
قانون بيتيح تداول المعلومات، والأمر الثالث هو إنشاء مفوضية عدم التمييز. خلينا نسمع كلمة المستشار محمود فوزي ونرجع مع حضراتكم نكمل الكلام. لدينا في الحوار الوطني توافقا وشيكا أكيدا على ثلاث موضوعات. الموضوع الأولاني تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر المصرية. قانون قديم سنة 52 وضع في ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر، ونوقش بالفعل في جلسات الحوار الوطني، وهناك توافق واضح. طبعاً مجلس الأمناء هيرفع المسألة دي لسيادتك، ولكن دي مسألة أولى. المسألة الثانية، يعني لدينا الاستحقاق دستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو بالمناسبة أيضاً ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أي أن الدولة المصرية نفسها ترغب في إصداره. هذا محل توافق، ويجب أن يكون هذا القانون قانوناً متوازناً يراعي مصالح الأطراف جميعاً. النقطة الثالثة، تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز. هذه يعني أنا بتكلم في موضوعات يعني المفروض إن هي يعني ما فيش فيها إن شاء الله مشاكل خالص، أرفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها. الحقيقة زي ما كنا بنتكلم على مدار الشهر اللي فات والشهر ده، جلسات الحوار الوطني جت في وقتها، لأنه كان في قضايا الناس مجتمعة عليها كان لابد انها تناقش، وحاله من الحوار اللي بالتاكيد هي حاله ايجابيه جدا انها تكون موجوده، لانه ده وطننا جميعا، من حق الجميع انه يبدي رايه اللي مبني على معلومات ويكون معاه طرح او حل لهذه المساله. الحقيقه النهارده شفنا رد سياده الرئيس على سياده المستشار محمود فوزي، ويعني قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة يمكن طمنت الناس كلها، وخلتنا نشعر بأهمية الحوار الوطني وبصدق كل المخرجات اللي بيشتغلوا عليها في الحوار الوطني. سيادته قال إنه سيقوم بالتصديق على كل التوصيات اللي هتصدر من الحوار الوطني من غير قيد أو شرط، طالما ده ضمن اختصاصات سيادته. الموضوعات اللي خارج اختصاصات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إحالتها لمجلس النواب. هنسمع مع حضراتكم رد سيادة الرئيس ونرجع نكمل كلامنا. أنا بشكرك الأول معالي المستشار محمود، وأقول لك إن كتير من الجلسات أنا كنت يعني معلش أنا هاخد دقيقتين و يا فندم معلش في إيه؟ لا معلش معلش حوار ما ينفعش ما ينفعش. ف وشفت الكلام الجميل اللي كان بيتقال يعني من الدكتور علي لما كان ماسك المحور السياسي، وإزاي كان بيتكلم على إن إحنا يا ريت كنت أنت جبت بعض الفقرات اللي تم تداولها وكانت واضحه قوي على قد ايه حجم التفاهم وحجم مش الخلاف مش الاختلاف وماله؟ ما احنا عاملينه ليه؟ عشان نتكلم وكل واحد يقول وجهه نظره ليه في النهايه بتستهدف الوطن، مش كده؟ بتستهدف مصلحه الوطن طبعا. ما حدش مننا يقدر يقول ان انا بس اللي امتلك مصلحه الوطن. صحيح. لا ما ينفعش، كلنا نمتلك بلدنا وكلنا مسؤولين عنها، ما حدش يقدر يتهم حد لا بالخيانة ولا بالعمالة ولا حتى بالجهل، لكن ممكن نقول يعني محتاجين ننظم ده. وأنا عشان كده أقول لك إن الحوار كحالة إحنا محتاجين إنها تستمر، دي نقطة. النقطة التانية، المخرجات اللي أنتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، اللي داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون انا هصدق عليه. طب اللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان، على ايه؟ تروح للبرلمان هو يعني يتحرك فيها، لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدوله كحكومه ان احنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات، انا بقول لك قدام الناس كلها انا حمضي عليها. دلوقتي معانا على التليفون سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك سيادة المستشار، ويعني يمكن المساحات المشتركة اللي تم خلقها داخل الحوار الوطني أعتقد أنها كانت
كلمة السر وراء التوافق على القضايا اللي بتهم الناس، زي ما شفنا حضرتك النهاردة بتطرح ثلاث قضايا في المؤتمر الوطني للشباب أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصديق الرئيس على هذه القضايا وعلى كل مخرجات الحوار الوطني طالما كانت ضمن اختصاصاته، بيزود ثقة الناس في هذا الحوار الوطني. أستاذة هدير أهلا وسهلا بحضرتك. زي ما حضرتك ذكرتي كلمة السر هي المساحات المشتركة. تجربة الحوار الوطني تجربة فريدة، يعني أثبتت بشكل ناعم جدا وبذكاء شديد للجميع دون أن يشعروا أن حجم المشتركات ما بيننا، حجم التوافقات ما بيننا، حجم النقاط المشتركة والأرضية اللي احنا واقفين عليها بشكل يعني مشترك أكبر بكتير جدا من مناطق الاختلاف اللي احنا واقفين عليها. صحيح، مناطق الاختلاف بسيطة جدا، احنا لما سمعنا بعض، لما فهمنا بعض، قدرنا يعني نعرف ان كل واحد عاوز المصلحة العامة، ولكن نقدر نتناقش ونقدر نتفهم. الحقيقة النهاردة السيد الرئيس يعني ضرب عدد من الرسائل والأمثلة الهامة. رقم واحد، احترام المؤسسات الدستورية. ما في سلطتي، انا اللي دعيت للحوار وانا اللي يعني موافق عليه مقدما، ماشي. ما في سلطه غيري انا هساعد فيه. عنوان الرساله دي احترام الاختصاص الدستوري لجميع مؤسسات الدوله. اثنين، الحاله التي انتجها الحوار الوطني اثبتت ان المجتمع حي سواء في رأسه أو في جسده، بمعنى الرأس تستمع وتنصت وتتابع وتقيم وتوافق وتفعل، والجسد يتحرك وينسج أفكار ورؤى وكوادر جديدة. حقيقة النهاردة كان يوم عظيم، يعني من الأيام اللي احنا ممكن نقف عندها كتير. يعني سيادة المستشار، يمكن الحوار الوطني خلق حالة من الحراك السياسي اللي كنا مفتقدينه، وكانت الأحزاب دايما على يعني ما يصدر عنهم من تصريحات مهمشين مش موجودين داخل صناعة القرار السياسي. النهاردة بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كل ما يصدر عن الحوار الوطني وقضايا مهمة يعني طرحت اليوم، وأنا عارفة أنه ده مجهود كبير وشغل ناس كتير داخل الحوار الوطني اللي حضرتك تحدثت عنهم، قضايا هامة، قضية مسألة الوصاية المالية، قانون تداول المعلومات، يعني يمكن ده حالة الحراك السياسي اللي حصلت من الحوار الوطني دي احنا محتاجينها أنها تستمر علشان نشوف استمرار لحل القضايا اللي يعني بتؤزم حياة الناس بشكل كبير. الحقيقة النهاردة يعني طرح سؤال من مدير الجلسة حول يعني هذه المسألة، وأنا حاولت أن أنا أوضح، ويعني الحوار كإجراءات بدأ وحدد قضايا وهيرفع مخرجات للقيادة السياسية، والقيادة السياسية هتنظر فيها يعني في ضوء التوافقات أو عدم التوافقات اللي موجودة. لكن النقطة الإيجابية في الموضوع أن هذه التجربة كشفت عن أن حالة الحوار، ولا أتكلم هنا عن إجراءات الحوار، حالة الحوار يجب أن تستمر. صحيح. يعني استمرارية الحوار يعني الحقيقة بتخلي المجتمع حيوي، وبتخليك دايما مطلع على شواغل الناس، بتخليك دايما يعني بتوصل لأسلم الحلول. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. هي الفكره كانت بسيطه جدا وهم معنيين مبنيين على بعض. لا يوجد تصويت في الحوار الوطني. الناس اعتقدت في البدايه ان عدم وجود تصويت دي حاجه سلبيه. لا، بالعكس، دي معناها ان انا سأحترم الرأي حتى لو كان الذي يتبناه فردا واحدا إذا كانت له وجاهة وكانت له فائدة عملية. دي نقطة يعني مفتاحية. يعني اثنين، احنا الحوار الوطني برضو دي نقطة لازم أوضحها كويس. الحوار الوطني جه في 22، ما جاش ليه في 16، ما جاش ليه في 18، ما جاش ليه في 15،
في هذا الوقت الدولة كانت مش بقول بقى عندها أولوية، بقول إن ما كانش أمامها أي اختيارات غير إنها تحافظ على أمن حدودها وتحافظ على سلامة أبنائها وتحافظ على أمنها وتحارب الإرهاب. ده رقم واحد. رقم اثنين، كان لازم تبني مؤسساتها الدستورية، تعمل دستور، تنتخب مجلس نواب، تشكل حكومة قوية، يبقى عندها أجهزة رقابية وأجهزة مستقلة، فاستكملت بنائها الدستوري وبنائها المؤسسي. رقم ثلاثة، البنية التحتية وبناء الاقتصاد، جهاز مصرفي قوي، بنية تحتية في كل المجالات موجودة. فالكلام ده كله يعني مش عاوز أتكلم عن دول شقيقة ومجاورة، الحوار السياسي لما بيبقى على غير هذه الأسس بينتج إلى نتائج سلبية. صحيح، لأنه يعني لا مجال لحوار سياسي. إذا كنا لسه بنتكلم عن تثبيت يعني دعائم الدولة، حضرتك بتتكلم عن الجهاز المصرفي، الإصلاح الاقتصادي، كل ما حدث في هذه الفترة. ده حقيقي، ده حقيقي. فبالتالي ده معناه إن حتى الرؤية السياسية في توقيت إطلاق الحوار الوطني كانت يعني صاحبة وجهة نظر، إن أنت الحوار عندما يبدأ على دولة مستقرة، على حدود آمنة، على إرهاب تم القضاء عليه، هنا نقدر بقى إيه. وبالمناسبة السيد الرئيس في وقت سابق وصف الحوار الوطني بأنه إصلاح سياسي مؤجل. صحيح. وبالتالي وقد حان وقته. فبالتالي يعني المسألة ماشية، ولكن في تراتبية وفي توقيتاتها وبناء على حساباتها. ويمكن كمان زي ما شفنا تمثيل كل الفئات الحزبية والعمرية، بنات ورجال، داخل جلسات الحوار الوطني، ده كان مهم جدا انه يكون في يعني تنوع في الحضور. وده كمان شفناه النهاردة في مؤتمر الشباب، وده نقطة بتطمن الشارع وبتطمن كل الناس انه كل الفئات ممثلة، كل الفئات من حقها انها تتكلم وتقول رأيها وتطرح الحلول وتطرح القضايا. كل مكونات المجتمع المصري بالكامل موجودة، برلمانيين، إعلاميين، سياسيين، شخصيات عامة، قيادات محلية، مجتمع مدني، نقابات مهنية، يعني كل الناس، رجال، نساء، شباب، شيوخ، كل الناس موجودة. يعني علشان انت عارفة ليه كل الناس موجودة؟ علشان لكل رأي واجهته ولكل الآراء احترامها. فبالتالي ده أنا كرئيس أمانة فنية، أنا والفريق اللي معايا بنتعب جدا في ترتيب الجلسات علشان حاجة واحدة بس، العدد الزائد من طلبات المشاركة على الطاقة الاستيعابية للقاعات. ما ببقاش عارف. ودي حاجة إيجابية جدا سيادة المستشار، هو مجهود كبير، لكن هي مفرحة، هي مفرحة وكل حاجة. يعني اللي أنا عاوز أقوله إن يعني اتهم يعني الحوار في وقت يعني قيلت عنه بعض الإشاعات، يعني بيقول لك لا 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 لا، ده الحوار ما حدش بيروحه، ده الحوار ما حدش عاوزه، ده الأحزاب هتنسحب. يا سيدي أنا مش عارف ألاقي مكان للأحزاب أصلا من كتر ما هي عاوزة تحضر أصلا. الحقيقة إنه ده يمكن سبب كبير للنجاح الحوار الوطني، مسألة تمثيل جميع الفئات. وده يمكن شفناه النهاردة، الصورة كانت واضحة إن حتى الأحزاب اللي بيطلق عليها أحزاب معارضة كانت موجودة وممثلة وبتتحدث أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرح وجهة نظرها، تطرح حلولها، تطرح قضاياها. وده مهم حتى إنه السيادة تؤكد إنه المجتمع لازم يفضل دائما وأبدا في حالة حوار وطني. المعارضة النهاردة يعني حتى أخذت مجال أكتر من أي حد تاني، ودي يعني من يعني دي حاجة تحسب للسيد الرئيس وتحسب للحوار الوطني وتحسب للدولة المصرية. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم لكمان الجلسة الحوارية اللي الحقيقة شفناها وتابعناها النهاردة، واللي قدم من خلالها النائب مع عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بعض المقترحات والأفكار في مختلف المجالات، وهو كمان أضافها للحوار الوطني. وناقش السيد رئيس عبد الفتاح السيسي سيادة النائب عبد المنعم إمام في المقترحات دي، وأيضا وجه سيادته الدعوة ليه للعمل معاه، وقال له إحنا نرحب بأي شخصية تضيف لمصلحة البلد، وأي فرد يستطيع أنه
يعني يوضع حجر على الأرض، إحنا هنسقفه وهنسقف له ونرحب بيه. الحقيقة إنه مسألة وجود أحزاب المعارضة وطرح أفكارهم وقضاياهم ومشاكلهم، علشان دايماً كان بيتقال إن المعارضة بعيدة عن الصورة، المعارضة ما بتتسمعش. النهارده شفنا سيادة النائب وهو بيتكلم قدام سيادة الرئيس عن طلباته، يمكن اتكلم عن مسألة الإصلاح في يعني القضايا الإدارية اللي بتخص الاستثمار، اتكلم كمان سيادة النائب عن إنه مسألة العوائق اللي بتكون قدام المستثمرين، ازاي عندنا هيئات سيادة النائب كان شايف إنها هيئات بتقوم بنفس التخصصات، لكن يعني موجود عندنا منها هيئتين زي مثلا هيئه التنشيط السياحي وهيئه التنميه السياحيه. هنفهم اكتر من سياده النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل. مساء الخير على حضرتك، ويمكن تابعنا النهارده حديث سيادتك مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني كمان توجيه دعوه من سيادته ليك بالعمل معاهم عن المقترح المقدم من حزب العدل. يعني هذا الحوار كان حوار انا بعتبره حوار جيد ومهم، فكرة انك تكون عندك المساحة انك تطرح آرائك بالذات كمعارض امام رئيس الجمهورية وفي لقاء مذاع على الهواء، اعتقد ان دي مساحة مهمة جدا ومختلفة. يعني كنت سعيد النهاردة بتجاوب السيد الرئيس معي في عدد من النقاشات العميقة، ويعني الصراحة انا يعني فعلا عندي حالة سعادة بهذه الحالة من النقاش الموضوعي التي حدثت. وطبعا بشكر سيادته أولا على يعني قبوله للدعوة بزيارة مدينة المحلة الكبرى قريبا، وفيما يتعلق بقى بمسألة الإصلاح الإداري فيما يخص افتتاح مصنع الغزل الجديد بالضبط هناك. مصنع غزل المحلة بالضبط. وبالتالي ما يتعلق بقى، احنا طرحنا جزء من رؤيتنا النهارده في مساله انه هناك جهد يجب ان يبذل في مساله الاصلاح الاداري وهيكله ودمج الهيئات التي ممكن انها تعمل اعمال مقاربه من بعض بما يقلل التكلفه وغيره. وسياده الرئيس يعني اشتبك معايا في ان احنا انك تساعد معانا في هذا الامر، وانا يعني في اي وقت كل كوادرنا وكل التيار يعني الديمقراطي في مصر المؤمن بالدوله المدنيه وجزء من 30 يونيو و مقر بالدستور وما وكل المسار الذي حدث من 25 يناير 30 يونيو وما تبعه، اكيد لن يدخر جهدا في انه اي مساعده يستطيع ان يقدمها في اي وقت. طيب يعني سياده النائب حضرتك النهارده كمان تحدثت عن مساله الاستثمار ومعوقات الاستثمار وازاي ده ممكن يتحل، وطرح وجهه نظر حزب العدل لسياده الرئيس عن هذا. بالظبط، في ملف الاستثمار انا قلت ان احنا بنعمل حوافز، لكن المهم في مسألة الاستثمار هو أن السوق، نتحدث أكثر عن السوق أكثر من الفكرة في المحفزات. لأنه لو إحنا بقى عندنا السوق الحر هو اللي بيجذب قطاع خاص أكبر واستثمار أكبر. وطرحت جزء من ده أنه في مشكلة أنه كبيرة في مسألة تدعيم الصناعة وتعميقها، أنه هناك كثير من الهيئات اللي بتمارس أعمال الرقابة على المصانع، فمصانع متوسطة والصغيرة بتيجي تلاقي نفسها أمام جهات رقابية عديدة، بعضها عنده ضبطات قضائيه والبعض الاخر يصل لمرحله الغاء النشاط ووقف الرخصه. وبالتالي هذه الجهات كلها وكثره هذه الجهات بتمثل عائق يجب اعاده النظر فيه والتعامل مع انه القوانين المختلفه في الهيئات والمصروفات اللي بتضعها كل هيئه في قانونها، بمعزل عن قوانين الاستثمار او التكاليف او يعني التكاليف الغير مباشره والمباشره، يجب انها يعاد النظر فيها في سيمفونيه واحده عشان نقدر ان احنا نعمق اكتر من الاستثمارات في مصر والتصنيع. ويمكن مساله الاستثمار والصناعه على وجه التحديد تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان هي كلمه السر لو احنا بنتكلم في مساله التصدير والاستيراد وانه نقلل هذه الفجوه لابد من الاعتماد على الصناعه، فبالتاكيد مساله انه نزيل المعوقات امام المصنعين المصريين، وزي ما حضرتك بتتكلم صغار المصنعين والمصانع الصغيره والمشروعات المتناهيه في الصغر، اكيد في رؤيه واضحه للحزب عن مسألة حل هذه المسائل. يعني بالضبط بالضبط، يعني هي في رؤية مستفيدة في هذا الأمر، واحنا بالفعل طرحنا كتير من هذه الرؤية داخل أروقة الحوار الوطني، وهنفضل مستمرين في طرح كل ما نراه، لأن احنا مؤمنين انه الأحزاب السياسية دورها الرئيسي هو طرح البدائل للناس والحديث عن السياسات وطرح وجهات النظر المختلفة، وإلا دي وظيفة الحزب السياسي في المقام الأول.
حضرتك النهارده يعني نائب عن حزب معارض داخل البرلمان، شفت انه اخذت مساحتك الكافيه لطرح افكارك لطرح مقترحاتك؟ بامانه شديده نعم، وحتى لما الوقت داهمني سياده الرئيس تدخل وقال احنا بنحب ان احنا نسمع المعارضه، ودي كانت يعني تدخل مسمم من سيادته لاتاحه الفرصه لي ان اطرح وجهه نظري بشكل كامل. طيب سياده الرئيس النهارده تحفظ على كلمه معارضه وانه هو طرح ونقاش من اجل مصلحه الوطن. بالظبط، طبعا انا متفهم وجهه النظر، ويعني لكن احنا لما بنعبر عن فكره انك في المعارضه او في الاغلبيه ده له علاقه بيبقى بالتمثيل البرلماني، انت داخل البرلمان هناك حزب اغلبيه وهناك احزاب اقليه، فانت اذا لم تكن من احزاب الاغلبيه فانت بالتاكيد محسوب على مقاعد المعارضه وبتمارس دورك في المعارضه، فهذا ما نفهمه، لكن في النهايه احنا كلنا جزء من الدولة المصرية اللي مصلحتنا جميعا انها تقوى وانها تعدي من اي ازمات بتتعرض ليها، وكلنا عندنا هدف واحد متعلق ببناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، يعني تكون منبر وعلامة وندي للاجيال اللي جاية امل في مستقبل افضل، وده مش هيجي الا بجهدنا جميعا، فده صحيح. ما نفهمه، ولكن مسألة ليست معارضة، أنا حتى في كلمتي أشرت إنه إحنا بنتكلم في حزب العدل، إحنا حزب ليبرالي معارض لكنه بيعارض من أجل الإصلاح بشكل رئيسي، لأنه دائما ما بقول إحنا تحولنا من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح، وده اللي إحنا دائما بننتهجه، ودائما بنحاول إحنا نتعاطى مع مختلف القضايا بمنهجية إصلاحية، لأنه الشعب المصري يستحق مننا ان احنا نقدم له البدائل التي يعني يحب انه يسمعها ويحب ان هو يعني يكون حد بيمثلها. صحيح، ويمكن لانه ده وقت الاصلاح ووقت النقاش والطرح اللي بالتاكيد يخدم مصلحه الوطن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم دلوقتي ونستمر في طرح فعاليات مؤتمر الشباب النهارده، واللي اكد فيه سياده الرئيس انه حجم العمل المطلوب في مصر يحتاج انه يكون في دايما مواصله للعمل ليل ونهار، ده يمكن على عشرات السنين. خلينا نسمع مع حضراتكم جزء من كلمه سياده الرئيس ونرجع بعد كده نكمل كلامنا. ده احنا بنقول في 2 مليون و2 من 10 مليون او 2.5 مليون بنزرعهم او هنزرعهم بالكتير على اخر السنه الجايه، بالكتير يا دكتور مصطفى على اخر السنه الجايه 2 لـ2.5 مليون فدان امتداد البحيرة، 2 مليون فدان يعني قد البحيره كلها مره وشويه، مش كده يا دكتور؟ ها ربنا يعيننا، لا لا ده انا رب يا رب يعيننا كلنا. شوفوا اسمعوا، لا 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 الناس كانت بتعمل والله، بس خلونا هنا. انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تفتكروا ان في حد هيتحرك يبني ويعمر ويصلح لاجل خاطر الناس، هقول لكم كلمه غريبه قوي، وينضام محدش. يمكن الحقيقه مساله استماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للناس دايما محاولات للاستجابه لمطالب الناس في كل حته الرئيس بينزلها بيكون حريص انه يكون قريب من الناس ويتكلم معاهم ويسمع احتياجاتهم، ودي نقطه مهمه لانه صناعه القرار اكيد ليها يعني مقاومات كتير وعوامل مساعده كتير، لكن كمان احتياجات الناس اعتقد انها يعني في مرتبه مهمه جدا. ويمكن النهارده شفنا حديث سياده الرئيس عن الصحة وعن قوائم الانتظار وإيه اللي اتحقق في الصحة وإيه اللي احنا لسه عايزينه، عندنا كم مستشفى وعايزين كم مستشفى، شفنا كمان الوحدات اللي اتعملت وحدة زرع النخاع، شفنا كمان الوحدات الصحية اللي اتعملت في الأبعدية، ودي كان يمكن في قرى مش بس في الأبعدية شفنا قبل كده في أسوان وغيره ما عندهاش أي خدمات صحية والناس كانت بتروح لمسافات بعيدة جدا علشان تقدر تاخد الخدمة الصحية، ده لو صحته تستحمل انه يوصل للوحده الصحيه، في حالات لا قدر الله تموت على الطريق ما تلحقش. وده كنا بنشوفه كمان في قوائم الانتظار واللي الحقيقه هو يعني حاجه كانت بتوجع القلب، انه نشوف حالات حرجه، الناس ما بتقدرش على مصاريف العمليات دي فبيبقوا عايزين يعملوها على نفقه الدوله. ويمكن من الحاجات
المفرحة جدا، هي مسألة قوائم الانتظار والقضاء على قوائم الانتظار، وده حق الناس علينا زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيقول. خلينا دلوقتي نتكلم مع الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير على حضرتك، وإزاي تابعت النهاردة تصريحات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب وكمان أثناء حديثه مع الناس على الفطار في قرية الأوعدية؟ هو طبعا يعني الحقيقة الحديث النهاردة كان فيه رسائل مهمة جدا وتوضيحات وردود مباشرة وغير مباشرة عن كثير من التفاصيل اللي بتثار سواء في السوشيال ميديا أو في المجتمع. بدأت بافتتاحات مهمة جدا في قرية الأبعدية لمدرسة ومركز شباب ومركز تكنولوجي ودار مسنين، يعني ودي جديدة بالنسبة للحياة كريمة أنه يبقى في دار مسنين في القرى والتوابع والحاجات دي. يمكن كمان يعني أستاذ أكرم مسألة دار المسنين وحديث السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدات داخل دار المسنين نقطة مضيئة جدا الحقيقة، أنه اهتمام الدولة بكبار السن ومع الناس ومع صحيح. الناس والأهالي، وشكر للشباب المتطوع وفكرة التطوع نفسها وانتشارها بين الشباب، دي جزء مهم قوي وإجابة على أسئلة تتعلق بانه فين الشباب؟ الشباب بيعملوا ايه؟ اصل ده ناقمين، اصل زهقانين، اصل عاوزين يسيبوا البلد. الحقيقه في اجابات واضحه جدا من الشباب دول اللي بيتطوعوا وبيشتغلوا وبيقدموا وبيبقوا داريين وحاسين بمشاكل الناس اللي حواليهم والمجتمع اللي حواليهم بشكل جيد، وبيقدموا خدمات تطوعيه، والنوع ده الحقيقه مهم جدا مرتبط بالتعليم. وبرده ما يبقى في مدارس وفي مكتب بريد، ومش مكتب البريد ده، مش طبعا دور البريد اتغير مع السوشيال ميديا والاتصالات، لكن النهارده مكتب البريد يعني معاشات، يعني اخراج وثائق واوراق. بعض الناس اللي كانوا بيضطروا يروحوا المركز او يركبوا فتره طويله، ناهيك عن كمان الحياه كريمه انه جزء منها الطرق، انه الطفل كان بيروح مدرسته ماشي او بيروح يبعد عن قريته بشكل كبير او ممكن يتاخر او يروح الجامعه يبقى صعب جدا سواء في المطر او في الصيف او كده. فكرة انه يبقى حياة كريمة شمالا وجنوبا الحقيقة في الصعيد وفي البحري، تكلف 700 مليار بقى تحوله لاكثر من تريليون للمرحلة اللي هو تكلفه 350 مليار. واظن انه ده واضح. الجزء المهم جدا سواء في اجابات الرئيس على الناس وعلى اسئلتهم وعلى تفاعله معاهم، يجاوب بطريقة واضحة وبطريقة ما فيهاش التواء وفيها وضوح، يمكن واحيانا بيبقى فيها جزء من المصارحه الواضحه فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالوضع العام، فيما يتعلق كمان باسئله كانت مطروحه، واحنا ليه مثلا نعمل حياه كريمه ونروح للقرى؟ واحنا ليه ننقل العشوائيات؟ واحنا ليه نعالج الفيروس سي؟ واحنا ليه نعمل قوائم الانتظار؟ لو ما كانتش الحاجات دي اتعملت، فيروس سي كان بياكل يعني ملايين، مئات الالاف صحيح. واظن تعالج عدد كبير جدا من الملايين. العشوائيات انه اسيب الناس مرميه في الشارع ممكن يبقى يعني في ناس بتتكلم على، طبعا الاسعار والتضخم بالتاكيد طبعا مأثره بالناس، والرئيس طول الوقت يقول انه لازم نحس انه فعلا الاسعار مرتفعه، صح الدوله بتحاول بالنسبه للموظفين، بالنسبه لحزم الحمايه الاجتماعيه، بالنسبه للمعارض، بالنسبه للسلع، لكن بالتاكيد الازمه العالميه اثرت، واحنا خدنا ازمتين كبار، كوفيد وكورونا والحرب الاوكرانيه. جزء مهم جدا الحقيقه اللي قاله الرئيس النهارده على فكره الفجوه في الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، وان احنا نستورد اكثر مما نصدر، وانه في نوع من السلع احنا النهارده بنشجع الصناعه، انه في نوع من السلع ما هياش محتاجه لا تكنولوجيات عاليه ولا فيها منافسه، حاجات بسيطة جدا وبنستوردها، وبعض السلع وبعض المنتجات، مش هنقول بقى سلع استفزازية أو غيره، كل السلع ممكن تبقى كده، لكن ليه ما تنتجش حاجات بسيطة جدا لو بصينا فيها بتصل أحيانا إلى بعض الأشياء ممكن تصنع يدويا. مقابل ده الرئيس بيتكلم على إنه البدايات والمبادرة زي ابدأ اللي بتساعد الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممكن توفر كتير جدا، وانه هندي اعفاءات تصل لخمس سنين من الضرائب للمشروعات البادئه، وده جزء مهم قوي للمتوسطه والصغيره. وبالمناسبه حاجه كريمه بتفتح مش بس لفرص عمل او المشروعات الصغيره، لا احنا بنتكلم على انها تمكنهم من اقامه مشروعات متوسطه ومشروعات صغيره يقدروا من خلالها ان هو يبقى في جميع حصريه في الريف وفي القائم وفي المحافظات والاقاليم على عكس مما كان سائد.
جزء مهم ايضا الحقيقه في التصريحات التعويل وفي كلام كثيره وارتفاعات الاسعار، وكان بيوجه بشكل واضح انه الناس اللي بترفع الاسعار ما هي ناس مننا. صحيح. ثم كمان تقدير الدولار وكده بيبقى مختلف، ان انا لما يبقى ب 6 لما يبقى ب 16 لما يبقى ب 30، وانعكاس ده على الاسعار وعلى الناس. ونوجه بشكل واضح ان الناس اللي بتلعب دي ناس موجوده وسطينا، وجزء مهم قوي اللي هو بيتكلم على انه سعر الصرف احنا عندنا مرونه في سعر الصرف، لكن اذا تعارض الامر مع الامن القومي او قدره الناس على التحمل فلن يتم ذلك، ودي نقطه في غايه الاهميه لانها بترسي قاعده وفي نفس الوقت بتوضح شيء مهم، انه الكلام اللي بيتقال وانه هو نفضل نعطش السوق وانه تجربه السعر الصرف السابقه لم تؤتي نتائجها لانه في فجوه، بالاضافه الى انه في بعض الناس بتتلاعب او تحبس الدولار او غيره، فاصبح النهارده واضح انه خلال الفترات القادمه ربما لا يتم ذلك حتى تتعرض لها الحقيقه، لانه احنا عارفين انه في كلام كتير حوالين لا ده مطالب خارجيه. الامر الاهم هنا ان الشعب المصري هو اللي بيتحمل، هو الرئيس برضه أعاد عشان قدر الشعب المصري على التحمل، وانه ناس كثيره وكانت تقدرها انه هو نفسه رئيس، يعني احيانا بيبقى حاسس انه الشعب المصري قد لا يتحمل، لكن قدم بطوله مش بطوله فهم وجد تحمل النتائج، تحمل الغلاء وتفهمه، لان انا وانا ببني الدوله ربما يبقى فيه اساسيات، واذا احنا بصينا لتجارب حوالينا او دول حوالينا 105 مليون وبنزيد 2.5 مليون او 2 مليون في السنه برقم كبير جدا ولازم نخفض ده، لكن كمان الحقيقه ان دول ما كانوش هيبقى في اماكن، يبقى لسه عايشين على الصفر سنين. فكان الكلام بتاع مجهود الدولار ده مهم، الكلام بتاع انه احنا بنشتغل لصالح الدوله ولصالح المواطن، اذا انا القرار ما اتخذش لصالح المواطن او هيتعارض مع مصالحه وهيضيع البلد او يسبب ازمات كبيره للناس وعدم قدره على مواصله الحياه، يبقى مش هنتخذ القرار ده. دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، في تصريحات في غايه الاهميه تتعلق بالحوار الوطني برضه. صحيح. وانه من حق الناس تختلف وتتنوع، دي نقطه مهمه، لكن كمان الحقيقه انه اكد انه سوف يستجيب لكل مطالب الحوار الوطني فيما يتعلق به، ودي نقطه برضه كان مهمه قوي كدوله دستور وقانون، صلاحيات الرئيس، صلاحيات الرئيس الدستورية. صحيح. والقانونية، وفيما يخالف ده أو يعني بعد ده يذهب إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، دي نقطة مهمة. بل بالعكس كمان مستشار محمود شاول ده ما وجه ثلاث حاجات، الوصاية وبعض الخطوات اللي هي الجزء الخاص بالتمييز والمعلومات، تداول المعلومات وقانون المعلومات. صحيح. وعد بأنه يستجيب لده مثلما وعد انه هو يستجيب لكل المطالب في حال تطابق ذلك مع صلاحيات الرئيس. صحيح. ويمكن ده بيدي قوه دفع واستمراريه للحوار الوطني. ودخل الحقيقه الرئيس في الحوارات واجاب على اسئله مهمه بالعاصمه الاداريه في غيره. الحقيقه يعني هو الكلام ده الرئيس دايما بيتابع اللي بيتنشر وبيشوفه، في نفس الوقت هو حريص انه يخاطب مباشره، ربما انه بيبقى فيه كلام بيتردد، في جهات وجبهات معينه حريصه انها تتكلم بشائعات او يعملوا ايه او يخلوا ايه. النهارده احنا بنتكلم على انه مصالح الناس هي الاهم، انه قد نتحمل بعض الشيء في بناء الدوله والمجتمع وغيره، ومع ذلك طول الوقت في جهات لا تصمت على ذلك، وهي يعني ما بيفداش، هم ما عندهمش استعداد اصلا يتفهموا او يسمعوا، لا هم عاوزين يقولوا طول الوقت ويثبتوا ان هو وجهات نظرهم صح، حتى لو كان ذلك معاكس لما حدث في الواقع، لما حدث في الواقع ان الدول حوالينا دخلت في سياقات اخرى، واظن انه مصائرها موجوده. يعني ما ينفعش المصريين ما بيسيبوش بلدهم وما بيلجاوش، وبالتالي من الصعب جدا، وانه على مدى العشر سنوات اللي فاتت وقبل العشر سنوات خيارات الناس برضو قادت لشيء كاد يعرض الدولة للضياع، إرهاب وتهديد وتفجيرات وقتل وغيره، مصريين تحملوا ده، وده برضو جزء مهم من سواء بطولة مواجهة الإرهاب أو بناء المشروعات القومية أو التطوع
وانه كمان الناس الموجوده هي ناس مننا، يعني الطبيب والمهندس والمدرس وغيره. ممكن عشان نقطه مهمه برضو كانت مطروحه اللي هو هجره العقول او الاطباء غيره الى الخارج، ممكن اضاعف العدد بس انا مش هقدر امنع حد يسافر، لكن احاول كمان ان انا ارفع مستواهم وان انا اقدم ده من خلال زي ما احنا شفنا مشروعات التامين الصحي الشامل او طبيب الاسره وغيره. النهارده في كوادر مختلفه حتى في الطب لو حد متابع على قدر الامكان، طبعا ممكن ما تبقاش هي المثال المثالي، لكن بالتاكيد هناك نقلات حقيقيه حاولت التعامل من ايام كورونا العماله غير المنتظمه او غيره، او حتى بالنسبه لكوادر الاطباء والتامين الصحي الشامل والتعليم والمدرسين، يعني طول الوقت فكره انه الناس انه يا كده يا بلاش يا نهاجر او نسيب، مش هقدر امنع حد يسافر، لكن في نفس الوقت هحرص ان انا احمي الدوله في حاله حراك دائم لمصلحه المواطن والوطن. صحيح. ودي نقطه برضو اخيره ومهمه اللي هو اهتمام الدوله بالتعليم الفني، بالجامعات التكنولوجيه، بالتخصصات الجديده، بالتعليم الفني اللي هو هيعمل الصناعه، عصب الصناعه. صحيح صحيح. فكلها الحقيقه كانت رسائل مهمه ربما ليست جديده على الرئيس السيسي، لكنها الحقيقه في جزء منها بيبقى احيانا صادم او مختلف، لكن هو الحقيقه في الناتج النهائي ليه هو مصارحه وتاكيد على انه في متابعه حقيقيه لما يجري. واظن انه كمان لو اي حد مدرك ومتابع ومحلل وبيتابع بشكل واضح هيدرك انه في اطراف ربما اقليميه، اطراف خارجيه، اطراف غيره لا تريد انه احنا نسير في الطريق الصحيح، ما تستغل ازمه لشراء او بيع او غيره، او تستغل ازمه للضغط والتلاعب بالدولار او كده، وانه لا احنا هنستمر في البناء وفي العمل وعلى قدر الامكان هندعم الصناعه ونقلل الفجوات دي بشغل وغيره ونقدر نتحمل ده، وانه التحمل ده مش بس الدوله، انه البلد دي مش بتاعه الحكومه، لا البلد دي بتاعه الجميع. وبالتالي في جزء من التحمل يمكن على مدى الاوقات. فدي كانت رسائل اعتقد رسائل مهمه، مش وكمان مش فكره ان احنا بنقنع الناس بالباطل او بنقول لهم اقتنعوا، لا احنا بنختلف ونتفق ونتنوع. يمكن المستشار محمود فوزي اكد قد ايه كل التيارات وكل فئات حريصه تشارك وتختلف وتتفق، وكان في اراء مختلفه عشان يكون في عرض للواقع معهم. استاذ اكرم يكون في طرح للحلول البديله لهذه القضايا. يعني انا بشكر حضرتك بالضبط. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. احنا مستمرين معاكم في التاسعه لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. بنحاول نخفف من اثار الازمه اللي احنا بنتكلم عليها بقالها 3 سنين. ده مدة مش بسيطة في عمر دولة انها تفضل تقاوم أزمة كبيرة جدا مش على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. يمكن الجامعات التكنولوجية واحنا بقلنا يعني السنين الأخيرة دي بنسمع عنها، بنسمع عن تخصصات ما كانتش موجودة عندنا قبل كده، الطلبة نفسهم بتوع ثانوية عامة بقوا منتبهين لمسألة التخصصات التكنولوجية وأهميتها وقد إيه ده ممكن يكون بيفتح مجالات عمل ما كانتش موجودة عندنا قبل كده. و حتى واحنا بنتكلم على مساله الصناعه وتوطين الصناعه ازاي ده ممكن ينعكس على مساله الصناعه وتوطينها واي صناعات التكنولوجيه اللي احنا بنحتاجها. واللي انا اعرفه ان الطلبه بتخرج من هذه الجامعات ويمكن وهم كمان في الجامعه بيكون عندهم فرص عمل ما هياش ابدا فرص ضعيفه، لكن بالعكس فرص كويسه جدا ممكن يشتغل وهو بيدرس، وده كمان يعني بيعزز الدراسه اللي هو بياخدها لانها بتبقى زي تطبيق عملي كده للدراسه اللي بياخدها. ويمكن النهارده شفنا تفقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعه برج العرب التكنولوجيه، والجامعه دي فيها عدد من الكليات، كليه الصناعه والطاقه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الصناعة والطاقة زي ما كنت بقول لحضراتكم، دي فيها أقسام تكنولوجية مختلفة، فيها تكنولوجيا المعلومات، فيها تكنولوجيا السكك الحديدية. عشان كده كنت بقول لحضراتكم دي حاجات ما كانتش عندنا موجودة قبل كده، تكنولوجيا الجرارات، تكنولوجيا المعدات الزراعية، تكنولوجيا الغزل والنسيج، ويمكن دي صناعة احنا بنأمل ان مصر تعود فيها تاني وتكون رائدة في هذا المجال زي ما كنا بنسمع قبل كده، كمان جزء خاص بالصناعات الغذائية. لو هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، فهي فيها أقسام لتكنولوجيا الصناعات الدوائية، ويمكن صناعة الدواء مصر يعني موجودة فيها وبقوة، وشفنا ده أثناء أزمة كورونا وإزاي ده يعني نفعنا وسط ما العالم كله كان يعني بيتسارع للحصول على اللقاحات، مصر كانت موجودة في يعني هذا المجال بقوة، وكمان يعني ده انعكس على القارة الأفريقية وتوافر اللقاح فيها. نتكلم كمان عن تكنولوجيا لإدارة المعلومات الصحية، تكنولوجيا لمساعد التمريض، وتكنولوجيا لتركيبات الأسنان. كلها الحقيقة أقسام غاية في الأهمية إن احنا نشوفها موجودة عندنا داخل الجامعات التكنولوجية. جامعة برج العرب التكنولوجية اللي أنا بكلم حضراتكم عليها دلوقتي، دي واحدة من 7 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة فيها بمنطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة بإسكندرية. والحقيقة أنه كمان خلال جولة سيادة الرئيس في الجامعة تفقد سيادته المجمع الورش الموجود هناك، سمع لشرح عن أقسام الجامعة، كمان سيادته شاف نماذج من الابتكارات والاختراعات اللي الطلبة عاملينها داخل الجامعة، ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة أنه سيادة الرئيس بنفسه يكون مطلع على كل اللي بيحصل داخل الجامعات التكنولوجية، لأنه سيادته دايما حريص على مسألة الصناعة وأنها كلمة السر اللي هتحل الأزمة اللي موجودة دلوقتي والفجوة الدولارية اللي موجودة دلوقتي في مسألة الاستيراد والتصدير. دلوقتي معنا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومسألة الجامعات التكنولوجية وإلى أي مدى التطوير اللي حصل في هذا القطاع، وإحنا دلوقتي بنتكلم عن الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة ببرج العرب والأقسام اللي كنا بنقولها للناس دي كلها أقسام ما كانتش موجودة عندنا قبل كده. لو حضرتك تطلعنا عما تم من تطوير في هذا القطاع، ويمكن هو مش بس تطوير، ده استحداث لمجالات وأقسام ما كانتش موجودة عندنا. يعني خلينا أكد لحضرتك أنه المسار الجامعات التكنولوجية هذا المسار لم يكن موجود من قبل في منظومة التعليم العالي المصري بالأساس. طبعا النهاردة الحمد لله عندنا 10 جامعات تكنولوجية، وهذا المسار لما السيد الرئيس أعطى توجيهات أنه لابد من ربط التعليم بالصناعة وإنشاء جامعات تكنولوجية في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية في كل محافظات مصر، كان التخطيط بدأ من هذه اللحظة، واتباعا المرحلة الأولى بدأنا ب3 جامعات، وزي ما حضرتك أشرت 7 جامعات في المرحلة التالية اللي هي بدأت العام الدراسي اللي احنا فيه حاليا. وإن شاء الله خطة الدولة ورؤيتها أن يكون في جامعة تكنولوجية في كل محافظة. هذا العدد من الجامعات التكنولوجية حقيقة عندنا أكثر من ميزة فيه. الميزة الأولى هو هذا المسار الجديد اللي هو تطوير التعليم الفني في منظومة التعليم العالي، أولا تخصصات علمية جديدة. هذه التخصصات يحتاجها بالفعل سوق العمل المصري في أشد الحاجة إليها. رقم 3، هذه الجامعات أنشأت في مناطق صناعية قائمة بالفعل عشان توفر للطالب التدريب داخل الجامعة التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التدريب الميداني، التدريب الميداني اللي هو في المنطقة الصناعية المحيطة بالجامعة. وعشان كده لو نظرنا إلى خريطة توزيع الجامعات التكنولوجية لهذه الجامعات أنشأت بالفعل في مناطق صناعية قائمة بالفعل. الحاجة الأهم من ذلك هو إنه خريج هذه الجامعات، خريج هذه الجامعات مش بس محتاج سوق العمل المصري، ده أيضا سوق العمل الإقليمي والدولي محتاج إلى خريج هذه الجامعات. الأهم من ذلك هو أن النظرة للتعليم الفني اختلفت. حضرتك لما بدأنا الجامعات التكنولوجية منذ عدة أعوام، العام الماضي في أثناء تنسيق الجامعات كان عندنا قوائم انتظار لدخول هذه الجامعات. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الناس فهمت قيمة خريج هذه الجامعات، قيمة خريج هذه الجامعات، فرص عمل موجودة، تدريب عملي وتدريب ميداني موجود. زي ما حضرتك أشرت، نظرة الدولة ورؤية السيد الرئيس وتنفيذ الحكومة وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع
وزارة التعليم العالي في إنجاز هذا المسار المهم. يعني إحنا النماذج اللي بنتكلم عنها سواء جامعة التكنولوجية في برج العرب، لما بنتكلم على أسيوط الجديدة، لما بنتكلم على الأقصر، لما بنتكلم على كافة التوزيعات الجغرافية بني سويف التكنولوجية، أيضا أضفنا شراكات دولية لتجارب دولية متميزة في التعليم العالي التكنولوجي. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور عادل، مسألة طبعا الشراكات الدولية، لأنه أولياء الأمور بيدفعوا مبالغ ضخمة علشان أولادهم ياخدوا شهادات معادلة من بره في تخصصات معينة، بيكونوا محتاجين ده. ده بالفعل عندنا تجربة رائدة في الشراكة في التعليم التكنولوجي مع كوريا الجنوبية، والحقيقة زيارات متبادلة، برامج تدريب، استضافة لأعضاء هيئة التدريب، أيضا الاستفادة من أجهزة تكنولوجية، فرص تدريب واعدة. الشراكة الدولية تعني إيه؟ تعني الاستعانة بإحدى الدول الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي للاستفادة من هذه التجربة. مش تجربة واحدة أو مش دولة واحدة، لا، شراكات متنوعة عشان تدينا جزئية الاستفادة من تجربة كل دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال. صحيح يا دكتور، يمكن مثلا ألمانيا على وجه التحديد يعني التعليم الفني عندها مساحته كبيرة جدا، ويمكن الاهتمام بالتعليم الفني هناك يعني شيء لافت لأي حد. أحد الأسباب الرئيسية وأحد المسارات الأساسية للتقدم الألماني في مجال الصناعة هو الجامعات ذات الطابع الفني والتكنولوجي، لأنه هو بيخدم على مجال الصناعة بشكل مباشر. فهنا عشان بنقول احتياج سوق العمل المصري والسوق الإقليمي والدولي خريج هذه الجامعات، لأنه يدرب تدريب جيد، وأيضا عدد الطلاب داخل الجامعة التكنولوجية بيمكن الطالب وأساتذته أن يوفروا له فرصة تدريب جيدة داخل هذه الجامعة، وهذه الجامعة على مستوى الاستعداد التكنولوجي وورش العمل اللازمة لتدريب الطلاب متوفرة. ده بالإضافة للتدريب الميداني بيخلينا السوق المصري بيسد فيه فجوة حقيقية موجودة حاليا، اللي هي الخريج الفني المتميز اللي هو بيتخرج على مستوى مهني عالي يقدر يتجاوب مع احتياجات السوق. صحيح. طب دكتور عايز اسال حضرتك، هل مثلا في شراكات مع القطاع الخاص، مستثمر مثلا محتاج شكل عماله مدرب بشكل معين، هل ده ممكن يكون في نوع من انواع الشراكات ما بين الجامعات وما بين المستثمرين؟ يعني عايز اقول لحضرتك لا توجد جامعه مصريه تكنولوجيه من الجامعات العشره الا ولها اتفاقيات وشراكات مع المصانع المحيطه. المصانع المحيطه في اقليم الجامعه التكنولوجيه، هذه المصانع مملوكة للقطاع الخاص، فيه اتفاقيات وفيه بروتوكولات تعاون ان الطلاب دول بتدربوا، ومش بس كده، ده ايضا المصانع دي بتديهم مزايا ان بتتخير من هؤلاء الطلاب المتميزين في التدريب واللي بيجيدوا في التدريب عشان تعييرهم بعد كده. صحيح. فالجامعات العشرة، ولذلك ان وزارة التعليم العالي تباعا بتدعم هذا المسار، وفي البيانات الصحفية الصادرة من الوزارة تباعا بتؤكد على هذا النهج، هو عقد العديد من البروتوكولات والشراكات مع المصانع اللي موجودة في المنطقة الصناعية اللي موجودة فيها الجامعة التكنولوجية. عظيم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم. كمان دلوقتي هيكون معانا على التليفون دكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة اليوم، ويعني شفنا كل الأقسام الموجودة داخل الجامعة، ومسألة كمان عرض المشروعات الخاصة بالطلبة، ده كان شيء مهم الحقيقة ولافت ان احنا نشوف الجامعة وصلت لفين في هذا الملف، ملف التكنولوجيا وأهمية ده وانعكاسه على الصناعة. دكتور حضرتك سامعني؟ طيب هنحاول ان احنا نرجع نكلم حضرتك ونستكمل مع حضراتكم حديثنا عن اللي حصل النهاردة، ويمكن من احد الملفات طبعا اللي مش بتهم الناس، يعني مفيش أهم منها. لو احنا كنا بنتكلم عن التعليم فالشق التاني هو الصحة. ملف الصحة النهاردة كان ليه جانب كبير جدا من تصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشاطه، لو احنا حتى بنتكلم من بداية اليوم في قرية الأبعدية أو خلال المؤتمر الوطني للشباب. نبدأ مع حضراتكم اليوم من الأول، وإفطار سيادة الرئيس مع أهالي قرية الأبعدية، واللي فيه أكد سيادته على مسألة قوائم الانتظار كانت فين ووصلت فين في مصر، واشتغلنا على كام حالة، وازاي الرقم الضخم اللي كان موجود داخل قوائم الانتظار اشتغلنا عليه واتصرف عليه كام،
وازاي ممكن ان احنا كمان نحسن قوائم الانتظار وما نسيبش حد على قوائم الانتظار. شوف مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع بعد كده نكمل كلام. دخلنا على 2 مليون، دخلنا على كم؟ 2 مليون. والرقم اللي تم انفاقه حتى الآن في قوائم الانتظار داخل في 20 مليار، صح كده؟ 15 مليار الدولة، 16 مليار الدولة وفرتهم، وعدة مليارات جت من جهات كتير زي الأزهر وزي يعني البنوك ومؤسسات المجتمع المدني. لكن أنا بقول لكم إحنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12 ألف، لما دخلنا الموضوع واشتغلنا عليه بقى 2 مليون في 4 سنين. طب أنا كنت متوقع كده؟ ليه؟ إحنا بنقول إيه؟ الأزمة اللي عندنا أزمة على قد دولة بقوام 100 مليون ومية وخمسة مليون، فيها طلبات في كل شيء، في التعليم تتكلم ماشي، في الصحة تتكلم ماشي، في الطرق تتكلم ماشي، في السكة الحديد تتكلم ماشي، في الكهرباء تتكلم ماشي، في أي موضوع تتكلم فيه هتجد. لكن الإجابة يا ترى بفضل الله سبحانه وتعالى حجم عبورنا للحاجات ديت معقول ولا مش معقول؟ حاسين بكرم ربنا لينا ولا لا؟ انا بتكلم بجد، بتكلم بجد. فالنهارده احنا متوقفين عند 2 مليون؟ لا، زي ما كنت بقول لحضراتكم ملف الصحه كان في يعني جزء كبير عنه النهارده، حتى انه خلال المؤتمر الوطني للشباب افتتح سياده الرئيس عبر الفيديو كونفرنس مجموعه من يعني المستشفيات او مستشفى كوم حماده التخصصي في البحيره على وجه التحديد، والمستشفى دي بتخدم 1 مليون نسمه من مواطني المحافظه. كمان افتتح سيادته وحده زراعه النخاع بمستشفى المواساه الجامعي. الوحده فيها 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها، وبطاقه استيعابيه من 60 ل70 وحده لزرع النخاع في اليوم الواحد، وده طبعا بالمجان. والحقيقه انه ده مهم جدا عشان اللي كنا بنتكلم عنه من شويه، قوائم الانتظار وازاي يكون في سرعه في القضاء على قوائم الانتظار، وانه الناس ما تقدرش تستنى في المسائل الحرجه اللي زي زرع النخاع. الحقيقه انه يعني مساله الصحه تاريخ طويل وازمات كتيره في ملف الصحه الناس كانت بتعاني منها وعليه، ففي جهود كبيره جدا بتتعمل في هذا الملف على وجه التحديد. نروح نسمع مع حضراتكم هذا الجزء ونرجع نكمل الكلام. بقول كده عشان كتير مننا يقول يعني الاكل غالي، الاكل غالي صحيح، بس احنا بنى الدوله ومعالجه تاريخ طويل، تاريخ طويل. انا عايز اقول لكم على حاجه ما رضيتش اقول للدكتور مصطفى، وقف محور المحموديه ووري الناس كان شكله عامل ازاي، اقول كلمه صعبه، وكانت الناس راضيه وساكته، كانت الناس راضيه وساكته. يعني تخليه كده واقعدوا تزعلوا من اللي حوله وناكل، ولا شيله وخليه زي ما انتوا بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية؟ ردوا علي. أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والأكل موجود ناكل، ولا أشيل الناس وأسكنهم في بشائر الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟ ردوا علي. كانوا لما بنشوف الافتتاحات دي والوحدات الصحية اللي بتدخل لقرى ونجوع ما كانتش موجودة فيها قبل كده، دايما بنفكر انه من حق الناس ان يكون عندها الخدمة الصحية اللي تليق بيهم. وحاجة كمان، لما بيكونش في وحدة صحية للمكان ده، للقرية دي او للنجع ده، ده بيضغط على المستشفى العام المركزي، وتلاقي الناس فيها منتظرة بشكل غير ادمي علشان تتعالج وعلشان يقدم بيها الخدمة الطبية، وده ما بيبقاش تقصير من الطواقم الطبيه الموجوده داخل المستشفى العام، الا انه العدد زياده عليهم والضغط زياده عليهم، بيحاولوا على قد ما يقدروا. ويمكن صعب قوي انك تشوف عندنا في مصر طبيب متقاعس. الحقيقه انه الاجهزه الطبيه عندنا حتى وان كانت دايما في حديث مستمر عن انه الاطباء يهاجروا بره، لكن كمان كل اللي موجود في مصر بيشتغل بضمير وبيشتغل بذمه،
الناس كلها بتروح الوحدات الصحية تاخد التطعيمات الخاصة بكل يعني الأمراض الوبائية اللي كنا بنسمع عنها واختفت، زي شلل الأطفال مثلا ما بقاش موجود. ليه؟ علشان الوحدات الصحية بتوفر ده، وده حتى خلق حالة من الوعي عند الناس إنه لازم نروح الوحدة الصحية، لازم ندي التطعيم للولاد لأنها متوفرة. فتوافر الخدمة الصحية مهم جدا وشيء محوري بالنسبة للناس كلها. احنا حتى لما كنا بنتكلم عن مسألة تنظيم الأسرة وإنه جوه كل وحدة صحية مادام موجودة في القرية أو في النجع يكون في توعية خاصة للسيدات وللأزواج ولأهليهم عن مسألة الزيادة السكانية وخطر الزيادة السكانية علينا، وإنه حتى يعني الحديث طال صحة المرأة وصحة الطفل والمبادرات الرئاسية اللي احنا شفناها في هذا الصدد كان حديث مهم جدا، لأنه ببساطة الزيادة السكانية احنا مهما شفنا قدامها من جهود للدولة بتعملها علشان يعني نكرم بحياة طليق بينا، الزيادة السكانية بتلتهم هذه الجهود ومش بنحس بيها. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور، يمكن كنا نتكلم عن الافتتاحات اللي حصلت النهاردة، الوحدات الصحية الخاصة بقرية الأبعادية، وحدة زرع النخاع، وقد إيه يعني ده بيخفف عن الناس اللي موجودة داخل هذه المناطق اللي ما كانتش بتقدم بيها الخدمة الصحية أو كانت بتعاني عشان توصل للخدمة الصحية، وقد إيه ده كان بيضغط على المستشفيات المركزية. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. يمكن افتتاحات السيد الرئيس النهارده بتؤكد حقيقه على ارض الواقع انه بالرغم كل العوامل الاقتصاديه العالميه التي تضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري، الا ان الدوله المصريه لن تتنازل عن الحياه الكريمه لمواطنيها. وان الحياه الكريمه والحرص على توفير الحياه الكريمه بكل ما تحويه كلمه حياه كريمه من معنى في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي، الثقافي، التعليم، السكن، المواصلات، هو هدف غير قابل للتنازل من الدوله المصريه. والسيد الرئيس النهارده بيؤكد ده بافتتاحه لوحده صحيه ضمن مبادره حياه كريمه في الأبعادية، أحد القرى المصرية البعيدة عن العاصمة القاهرة، عشان نقول أن الحياة الكريمة هو هدف غير قابل للتنازل، غير قابل للتفاوض، وأن احنا الدولة تسير بكل قوة نحو تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها. ده يمكن الرسالة الواضحة جدا من افتتاحات السيد الرئيس النهاردة، سواء للوحدات الصحية، للمستشفى، تواجد سيادته في الجامعة التكنولوجية في برج العرب، تعليم وصحة، تنمية الإنسان، الحياة الكريمة للمواطن المصري. تحدث سيادة الرئيس النهاردة عن كمان التأثير السلبي للزيادة السكانية، ويمكن قال سيادته على وجه التحديد أن احنا كل 15 ثانية هناك مولود جديد، وكل دقيقة يعني إضافة 4 مواليد جدد. مشكلة الزيادة السكانية مع استمرار كل الحملات الخاصة بمسألة التوعية بالزيادة السكانية، توافر كل المستلزمات الصحية اللي ممكن تساعد في هذا في كل الوحدات الخاصة بحياة كريمة بالمستشفيات العامة، إزاي المشكلة دي ممكن يكون ليها حل وإن طال أمدها يعني؟ طيب خليني الأول أقول لحضرتك تأثير الزيادة السكانية المباشر على الحياة وجودة الحياة، وإنه إزاي الزيادة السكانية دي الحقيقة هي تتناقض وتتعارض تماما مع ما تسعى اليه الدوله من تحقيق حياه كريمه لمواطنيها. ولناخذ الجانب الصحي على سبيل المثال، يعني واحده من ضمن المشاكل اللي اثبتها المسح الديموغرافي في مصر ان عندنا 25% من السيدات اللي خلفوا قبل سن ال 20 سنه. طب الخلفه قبل سن ال 20 سنه بتعمل ايه؟ بتعرض الام والمواليد لاحتماليات الوفاة. لأنه في عندنا دراسات بتقول إن الأطفال اللي بيتولدوا لأمهات أقل من 20 سنة احتمالية لا قدر الله وفاتهم بتزيد بنسبة 50% عن الأمهات أو الأطفال اللي بيتولدوا لأمهات فوق سن ال 25 وال 26 سنة. إن الاحتمالية إنه يولد الطفل بوزن منخفض، احتمالية انه الامهات تتعرض للكثير من المشاكل الصحية ومضاعفات الحمل، ولا قدر الله وفاة الامهات اضعاف ما يحدث
في السن المناسب للحمل. وبالتالي احنا عندنا مشكلة مرتبطة بالحياة الكريمة للمواطن المصري، وقد ايه كل ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق حياة كريمة من الممكن أن يتأخر ويتعطل بسبب الزيادة السكانية غير المبررة. عايز أقول لك مثال بسيط، يمكن كان لسه من أسابيع قليلة أعلننا بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ووزارة المالية ووزارة الصحة الحسابات القومية لجمهورية مصر العربية في العام المالي 18-19 و19-20. واحدة من ضمن الحاجات الهامة، وأنا هنا بتكلم على الزيادة بالدولار مش الزيادة بالجنيه عشان ما حدش يقول إنه إحنا بنزود باعتبار ولا نراعي انخفاض سعر العملة. الزيادة اللي أثبتها الحساب القومي للصحة في مصر من الفرق ما بين العام 18-19 و19-20 إن نصيب الفرد زاد في الإنفاق من الدولة على الصحة بنسبة 6.3%. ده لو كنا إحنا معدل الزيادة في مصر هو معدل زيادة طبيعي وقريب من متوسطات الزيادة العالمية كان الرقم ده ارتفع ل 13%. يعني اللي خلى الانفاق في كل ما تنفقه الدوله، انا بتكلم هنا على الانفاق الدولاري عشان تزود حصه الفرد من الانفاق على الصحه من الموازنه العامه وصل 6.3% هي زياده. عشان نفهم الناس برضو يا دكتور حسام، ده كان ممثل في ايه مثلا؟ منظومه التامين الصحي الجديده، قوائم الانتظار، كان ممثل في ايه؟ كل المبادرات الرئاسيه ساهمت في 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 خفض الانفاق من الجيب. أنا بتكلم على الزيادة المباشرة دلوقتي، أنا لسه هتكلم على الانفاق من الجيب، أنا بتكلم على الدولة بتضخ زيادة مباشرة في منظومة الصحة من الموازنة العامة بحساب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. على فكرة ده مش حساباتنا إحنا، ده حسابات منظمة الصحة العالمية بتقول إنها زادت في سنة مالية 6.3% لكل مواطن. طب لو أنا عدد المواطنين ما زادش بالارقام اللي ذكرها سياده الرئيس ان انا كل 15 ثانيه في عندي طفل، كانت الزياده دي بقت 13% في حق كل مواطن. الحسابات القوميه بتقول انه انا كان معدل الانفاق من الجيب، يعني المواطن كان بيصرف من جيبه على الصحه 62% تقريبا من دخل. النهارده الرقم ده قل في 2021 الى 59%. 59% احنا بنتكلم على 3% نقص، مش رقم كبير، لكن ده معناه ان الدوله تسير على الطريق الصحيح. تعالي بقى في بورسعيد اللي تم تطبيق فيها التامين الصحي، واحنا بنتكلم على بعد سنه واحده من بدايه التامين، انخفض ل 47% من 62 ل 47. ده معناه ان احنا لو جينا حسبنا النهارده بعد 3 سنين أو 4 سنين من تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل، معدل انفاق المواطن من جيبه على الصحه ممكن يوصل للمعدلات العالميه اللي هي 20% تقريبا، وهو ده اللي بتسعى اليه الدوله. ده المرجو. ايه اللي بيخلينا نتاخر كده؟ وايه اللي بيخلينا بنعاني كده؟ وايه اللي بيخلي الدوله بتبذل قصارى جهدها وما زال المواطن لسه لم يصل الى مرحله الرضا الكامل؟ هو الزياده السكانيه. انت مضطريه تصرفي على اعداد متضاعفه من المواطنين ومن المواليد اللي بيحتاجوا ملايين عشان التطعيمات، اللي بيحتاجوا مليارات عشان قوائم الانتظار، اللي بيحتاجوا الكثير والكثير من الأموال عشان تقدري توصليهم للحياة الكريمة. ومش بس ده، يعني مش بس بقى في مشكلة في الإنفاق، ده كمان في خطر صحي على الأم. صحيح. في خطر صحي على الطفل، وبالتالي لن تصل إلى أسرة صحيحة تحيا حياة كريمة. كل ده بسبب عدم تنظيم الإنجاب، بسبب أنك لا تراعي السن المناسب للزواج، السن المناسب للإنجاب بالنسبة للمرأة، الفترة البينية ما بين الطفل والطفل حتى تستطيع أن تقدم لهذا الطفل الرعاية الصحية المناسبة والرعاية الاجتماعية المناسبة والرعاية التعليمية المناسبة. طيب دكتور حسام، يعني زي ما كلنا بنشوف داخل الوحدات الصحية وسائل تنظيم الأسرة موفرة، مسألة صحة المرأة وصحة الجنين والحفاظ على صحة المرأة والجنين بقى في توعية كاملة من خلال رائدات الريفيات ووصولهم للناس وإنهم يكلموهم بلسانهم،
عن مسألة الخطورة الخاصة بالست الحامل دي، لو ده سنها بدري زي ما حضرتك بتقول، لو ما فيش فرق بين الأطفال، يعني الحل الصحي متوفر، هل المسألة فين؟ يعني هو الفجوة، هل هي فجوة اجتماعية، تصحيح مفاهيم خاطئة فيما يخص الزيادة السكانية؟ طيب خليني أقول لحضرتك أنه السيد الرئيس وجه بأن يكون هناك مؤتمرا عالميا للصحة والسكان والتنمية. إن شاء الله كما أعلن معالي الدكتور خالد العفار وزير الصحة والسكان أن هذا المؤتمر سوف يعقد في شهر 9 الجاية برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس. الهدف من المؤتمر ده أن احنا نجاوب على كل هذه الأسئلة. احنا النهاردة ليه ما زال الناس حتى هذه اللحظة مش مدركين خطر الزيادة السكانية على أنفسهم مش على حد تاني؟ صحيح. يعني المشكلة إن الخطر ده هو خطر يمس كل واحد فينا، مش بس يمس المجتمع ويمس الدولة، لكنه خطر مباشر علينا إحنا كمصريين كمواطنين. وبالتالي الفترة القادمة إن شاء الله سوف تشهد الكثير من التوعية المرتبطة بضرر الزيادة السكانية على صحة الفرد، صحة الأم، الطفل، الأسرة، المجتمع، وكيف تلتهم هذه الزيادة بشكل كبير جدا كل ما يبذل من أجل التنمية والحياة الكريمة للمواطن. صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. أعتقد أنه مسألة الزيادة السكانية دي مسألة بذل فيها جهود لسنين طويلة، يمكن حتى قبل ما نتولد، وإحنا كنا بنتفرج على الإعلانات الخاصة بمسألة الزيادة السكانية وإزاي إحنا ممكن نشتغل عليها. لكن الحقيقة يعني أنا بفضل أفكر ليه الناس مصرة على هذا الاتجاه بكل الأزمات الاقتصادية اللي إحنا بنعدي بيها، اللي ما أعتقدش قبلنا عاشوا يعني أزمات اقتصادية شبه اللي إحنا والعالم كله بيعيشها دلوقتي. إلا أنه مسألة الزيادة السكانية دي لازم يكون ليها حل، واعتقد انه الحل كمان مجتمعي، ويمكن حل ليه علاقه بتجديد الخطاب الديني، لانه رجال الدين كلامهم بيؤثر في الناس وبيؤثر في النفوس بشكل كبير. فيعني اعتقد ان دي مساله ملحه وحلها لازم يكون قريب، لانه مع كل الجهود اللي احنا بنتكلم عليها علشان كل الناس تحيا حياه كريمه، صعب جدا ان احنا نشعر بيها، يعني مع الارقام اللي كان بيقولها دكتور حسام، وازاي الناس ممكن ما تشوفش التطوير اللي بيحصل في مجال الصحة مثلا، ما يوصلهاش جودة الخدمة الصحية المقدمة بسبب تزايد الأعداد. أعتقد أن الموضوع لازم يكون له حل، وحل مجتمعي بجانب الحل الحكومي الموجود وبيطرح طول الوقت. هنروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل، ونرجع ومستمرين في حديثنا عن افتتاحات اليوم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل ما نوقش داخل المؤتمر الوطني للشباب. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. بدون نفاق وبدون رياء، احلى فتره وانجز فتره، فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي. حسسنا بالاول شيء بالامان، ولو هنقول له شكرا يا ريس هنغيب نقول له شكرا لحد الصبح. شفت بعيني على الواقع، على الارض الواقع. شكرا على 100 مليون صحه، شكرا على القضاء اللي كان عامل رعب للمصريين، فاير السي. العمليه مش اكل وشرب، العمليه مش اكل وشرب. طبعا الوحده الصحيه ما كانت بص كانت معدومه خالص، مجلس القريه معدوم خالص، البريد معدوم خالص، يعني اللي بعديها باكملها كانت معدومه، يعني من حوالي من 40 سنه ولا من 50 سنه ما زارش اللي بعديها رئيس من الرؤساء الافاضل طبعا، خدت بالك الله يرحمهم طبعا، الا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. 14 يونيو احنا بنعلنها علنا اهوت عيد قومي في محافظه البحيره لدخول السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، دخوله قريه الابعاديه وشرف للبحيره، واحنا كشباب البحيره او شباب الابعاديه احنا النهارده عندنا يوم من اجمل الايام اللي احنا ما شفناهاش اصلا في حياتنا. انا النهارده عندي 50 سنه، طيله الخمس عقود اول مره نلمس على الارض ان فيه راجل مسؤول فعلا بيبص للناس وبيتكلم مع الناس تلقائي. انا مبسوط من اللي شايفه بسياده الرئيس النهارده، بيعمل تطورات يعني بالنسبه للمدارس وبالنسبه للكره اللي فيها تطوير، بس يعني بشكرك اولا، نفسي توصله رساله لسيادتك، يعني زي ما حضرتك نزلت هنا قريه الابعاديه، نفسي تشرفنا في قريه سومتيس
التابعه لمركز دمنهور. انا من سلطيس، انا شفني شرفني لان اللي شفته في الابعاد ده نشوف بلدي. شكرا على الحياه الكريمه كلها اللي اتفتحت هنا، من مستشفى لمركز تكنولوجي والحاجات كلها اللي اتفتحت هنا. بصراحه الابعاديه بقت حاجه ثانيه خالص، يعني مش حاجه بس اللي اتغيرت، الابعاديه كلها اتغيرت. الخدمات اتطورت، الاسفلت اللي احنا واقفين عليه، الوحده المحليه بقت تماما اتغيرت عن الصرف، وكل حاجه اتغيرت. والجمعيه دلوقتي كل حاجه عندنا موجوده، مركز التكنولوجيا موجود، كل حاجه، بطائق، جوازات. انا اشكر السيد الرئيس على مبادره حياه كريمه في البحيره، انه وفر كل شيء للمواطنين. احنا النهارده عندنا ليله عيد اللي الرئيس جانا زارنا هنا، واحلى حاجات عملها لنا في الابعاديه. يمكن في اول الحلقه كنت بتكلم مع حضراتكم عن ده، حال الناس واسئله الناس لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وحاله الحوار الدائم ما بين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والمواطنين في اي مكان الرئيس بيكون موجود فيه، في افتتاحات، في كره حياه كريمه، بيكون حريص على انه يستمع للناس، ويكون حريص انه يعرف احتياجات الناس، لانه اعتقد انه ده بيحدث فارق في صناعه، بيفتح النفس، لانه بنشوف انه الناس بتاخد حقوقها اللي المفروض كانت تكون موجوده من سنين كتير فاتت. وبعدين شفنا الحوار الوطني والمؤتمر الشباب، واللي يعني كان بيمثل حوار وطني اخر زي ما كنت بقول لحضراتكم. هنتكلم بشيء من التفصيل عن اليوم النهارده وعن اهم الرسائل اللي كانت موجوده داخل اليوم مع الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه والديمقراطيه. مساء الخير على حضرتك يا فندم، منور. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يمكن من ابرز الرسائل اللي انا شفتها من سياده الرئيس النهارده هي مساله التكاتف ما بين المواطنين والدوله، ما بين كل الأحزاب والدولة، ويمكن حالة الحوار المجتمعي بالتأكيد كانت إيجابية جدا لصالح كل القضايا الملحة بالنسبة للناس، ظهرت النهاردة بشكل كبير داخل المؤتمر الوطني للشباب. وحتى بداية اليوم بقرية الأبعدية وحياة كريمة والافتتاحات اللي تمت في حياة كريمة، وحديث السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار السن داخل دار المسنين، مع المزارعين، كل دي بتؤكد حرص السيد الرئيس دائما على الاستماع للمواطن. زي ما حضرتك تفضلتي واشرتي، لازم نحط عنوان لهذا اليوم، وهذا اليوم اتصوره انه كشف حساب لمصر 30 يونيو. كشف حساب كيف تمكنت الاداره السياسيه المصريه الحكيمه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومات المتناوبه ان تستجيب لمطالب النبيله، المطالب البريئه لشعب طالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. كشف حساب استعرضت من خلاله مؤسسات الدولة المختلفة كيف استطاعت عبر منابر مختلفة، عبر مؤسسات مجتمع مدني، عبر الحكومة المسؤولة عن القرارات التنفيذية، عبر مجلس النواب المسؤول عن التشريعات، أن تقدم للمجتمع المصري إنجازاتها على الأرض في صورة واضحة من المكاشفة، من الصراحة، من الشفافية على مدار اليوم. إذا ابتدينا بقرية الأبعدية في محافظة البحيرة، وأحد القرى اللي تم إنجاز العمل فيها من خلال المشروع القومي حياة كريمة، واللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف أطياف الشعب المصري والممثلين لي على مدار زيارته للقرية، لازم نتفهم ماذا قدمت هذه المبادرة وغيرها من المبادرات اللي هي ابتدت مبادرة، هي ابتدت مبادرة في 2019. إزاي الكلام ده مع العديد من المبادرات الرئاسية الأخرى كانوا كافلين إن هم يمثلوا الضمان، الأمن الاجتماعي، الأمن المجتمعي، لإجراءات اضطرت الدولة المصرية أن تتخذها بصورة هيكلية ومفصلية لإصلاح الهيكل الإداري للدولة وإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة. الانتقال إلى الإسكندرية واستعراض الجامعة التكنولوجية ببرج العرب بأقسامها المختلفة يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضية التعليم ما بعد النظامي في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكيف أن الطالب المصري ينبغي أن يكيف نفسه على خيارات عمل المستقبل. عمل المستقبل يحتاج إلى نوعية مختلفة من الخريجين يراعى فيها
المكون الفني والدولة المصرية لما بتروح للمكون الفني عبر هذه الجامعة وسبع جامعات أخرى في الطريق للانتهاء منها، لازم نتفهم أن الدولة تبحث عن المواطن المصري في المستقبل وكيف له أن يستطيع أن يجد له مكان تنافسي في سوق العمل الذي يتطلب توافر مهارات فنية معينة نوفرها من خلال هذه الإنجازات. ويمكن أنا سمعت عبر المداخلات العديدة اللي تمت مع حضرتك تجربة الدولة الألمانية، ألمانيا لم تتقدم إلا بهذا النوع من التوجه والتخصص في التعليم الفني في المرحلة الجامعية. بننتقل إلى أمر آخر، بننتقل إلى الحوار الوطني، واللي الحقيقة تم من خلاله توجيه مجموعة من الرسائل، بس خليني هنا أقف عبر الثلاث محطات دول، سواء في البحيرة، سواء في افتتاح الجامعة التكنولوجية في برج العرب، ثم الانتقال إلى الحوار الوطني. المكون الأهم في هذا الوطن هو مكون الشباب، وكيف استطاعت الدولة المصرية الاستثمار في شبابها من 2016 عشان نقدر نشوف دول المسؤولين عن حياة كريمة، نشوف دول المسؤولين عن إدارة هذه الجامعة، وكيف هؤلاء الشباب يتبوأوا. احنا شفنا على الأرض، شفنا على الأرض المرافقين لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، شفنا شباب مصري مشرف يتقدم بالشرح ويستفيد في شرح المكونات الدقيقة جدا اللي بتتضمنها هذه الأقسام في الجامعات، لنصل إلى الحوار الذي تم خلال المؤتمر الوطني للشباب. المؤتمر الوطني للشباب، وزميلنا محمد عبد الرحمن وهو يقول أنه مؤتمر عقد والدولة المصرية في ذهنها أن هي بتقول أنا مدركة جيدا للضغوطات، وأن هذا مؤتمر سنعقده سريعا ولكن سنصل بالأهداف التي كنا نحققها على مدار أيام في خلال ساعات. هل الدولة المصرية نجحت في خلال ساعات أن هي تقدم رسائل ومجهودات؟ نجحت الدولة المصرية أن تقدم رسائل ومجهودات. ده بيعكس إيه؟ بيعكس خبرات متراكمة للقائمين على إدارة جلسات هذا المنتدى اللي هو الحوار اللي احنا كنا بصدده في مؤتمر الشباب، وشفنا هذا الحوار كيف تفرع عبر خمس شباب، ست شباب، سبع شباب، وقائد مهم جدا السيد المستشار محمود فوزي الذي بيقود مهمة صعبة جدا في الحوار الوطني، الأمين العام للحوار الوطني. ولازم هنا نتوقف عن الشباب كانوا بيعرضوا إيه، بيفكروا إزاي، بيعرضوا تصوراتهم إزاي، والقيادة السياسية كيف تفاعلت مع هذه، وكيف تستقبل هذه الرؤى والطروحات المختلفة يعني. في الإطار ذاته لا ينبغي أن نغفل أن على مدار اليوم وعبر كل التصريحات اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدلى بيها خلال اليوم، لازم نتفهم أن هناك مش متابعة جيدة للحوار مع المواطن المباشر اللي بيخش في حوار مع الرئيس، ولكن هناك متابعة جيدة لمواقع التواصل الاجتماعي. سيادة الرئيس كان أوير جدا، كان عنده وعي كبير جدا بالكلام على العاصمة الإدارية، بالكلام على الإنشاءات، بالكلام على عدم قدرة الدولة على خوض مساحات متقدمة في الصناعة والزراعة، ما أخدتش مليم من ميزانية الدولة. فالوعي ده كله كان موجود. دي مكونات كلها هنخش فيها بالتفصيل على حسب ما الوقت يسمح، ولكن الرسالة الرئيس اللي هي وصلت لينا من كل ده أن هذه الدولة عبر 10 سنوات تمكنت بفضل الله، تمكنت بفضل هذا الشعب العظيم اللي واقف خلف القيادة السياسية، وشفنا تفاعلاته وشكلها عاملة إيه معاه، ان هم يعبروا معا بهذا الوطن من مرحله اسماها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 في احد جلسات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مرحله الانتحار القومي، لكي نصل. الانتحار القومي ده فتره مرت بها الدوله المصريه في فتره من 2011 ل 2013، وشفنا سياده الرئيس وهو بيتكلم على الكلفه، احنا بنتكلم على 80 مليار صحيح اضطرينا ان احنا نتحملهم بعد بنتكلم على يعني ضيوف على الدولة المصرية، ابتدت عددهم من 3 مليون ثم 5 مليون ثم 8 مليون ثم 9 مليون النهاردة، في حين أن الدول الأوروبية بترفض المهاجرين وقضية الهجرة بالنسبة لها قضية يعني بالزبط كبيرة ترفض لجوءهم ليه. وإزاي إحنا ما وصلناش بشعبنا إلى هذه المرحلة؟ بفضل الله وبفضل جيش وطني عظيم استطاع أن يستجيب لمطالب شعبه
في خلال أيام قليلة ستحل علينا ذكرى الثورة العظيمة في 30 يونيو، ثورتنا الشعبية العظيمة في 30 يونيو، 10 سنين على 30 يونيو. الشعب المصري قدر مش بس يستعيد هوية الدولة، ما قدرش يوقف غير القيادة السياسية عشان تستعيد مؤسسات الدولة، لكن هذا الشعب العظيم استطاع أن يوقف مخططات أكبر لتحطيم باقي دول الإقليم، وأثبت عبر التجربة بالفعل، وده اللي دايما فخامة الرئيس بيحذر منه، أن شعوب ينبغي أن تكون واعية أنها تحطم أوطانها. صحيح. عبر مدخلات أيديولوجية غريبة عنها تبدأ. ويمكن سيادته النهاردة وضح ده وقال لما كنت دايما بقول لكم خلي بالكم من بلدكم، يمكن كان في ناس تقول ليه بيقول لنا كده؟ على مدار السنين اللي فاتت والأيام القليلة اللي فاتت وشفنا الأزمات في الدول الشقيقة والصديقة، طبعا بنتمنى يعني عبور تلك الأزمات في الدول دي، لكن شفنا وفهمنا معنى الكلمة دي. هنكلم مع حضرتك الحديث عن كل مخرجات اليوم، لكن أستأذنك هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكاتب الصحفي أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية. خليكم معنا. مستمرين مع حضراتكم وحديثنا مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية. ويمكن يعني استمعنا لتصريحات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتصديقه على مخرجات الحوار الوطني، وده حقيقة كان شيء مهم جدا، تأثير ده على الحوار وعلى المتحاورين والموجودين داخل أروقة جلسات الحوار الوطني، وقوة واستمرارية الحوار الوطني بعد هذا التصديق. وست رئيس قال انه طالما ده في صلاحياته الدستوريه هيتم ده وعلى الفور، غير كده هيحال للبرلمان. زي شفت التصريحات دي؟ انا فاهمها في اطار ان هذا الحوار احد المبادرات التي انطلقت من فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ان يجتمع المصريون معا للتحاور في اولويات المستقبل، ويضعوا معا اجنده تتضمن العلم والأرقام والحقائق وبمنتهى الصراحية والشفافية والمكاشفة، إن إحنا نقدر نتكلم مع بعض على أرضية وطنية. شفنا نتائجها النهاردة في باحثين شباب ورؤساء أحزاب كانوا متواجدين على المنصة، والرئيس يدير معهم الحوار في قضايا في منتهى الخطورة وعلى العلن، سواء ما يتعلق بسعر الصرف، سواء ما يتعلق بموقع الأحزاب السياسية. ولكن هناك فهم أن هذه التشاركية الكبيرة التي تتم خلال جلسات الحوار الوطني بمحاوره المختلفة، من الواضح ومن المؤكد أن رئيس مجلس الأمناء الزميل العزيز الأستاذ الدكتور دي أرشوان والأمين العام للحوار المستشار محمود فوزي وباقي السادة المحترمين أعضاء الحوار وأعضاء مجلس الأمناء بيؤكدوا دايما أنه لن يتم الانتهاء من الحوار دون التوافق على قضايا تحوز توافق الجميع. يعني ما سيصل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توافق المجتمعين جميعا، الآن احنا في الجلسات المفتوحة، التوافق حول القضايا العامة اللي احنا بنشوف ان هي باتت حلة وانه لابد من تدخل جذري لحلها. بقدر اتفهم ان هناك جوانب ترشيدية لإدارة الحوار، يمكن السيد الرئيس حاول ان يوجه النهاردة ان ما تحاولوش تضغطوا علشان تاخدوا كل حاجة، مفيش حد بينجح انه ياخد كل حاجة، لكن حاول انك تدير حوار تستطيع من خلاله ان تصل الى توافق، هو ده المطلوب. ويمكن ظهور المعارضة النهاردة على المنصة في حوار دون عوائق بحرية تامة. أنا هقف عند لقطة مهمة جدا، يعني وأنا بشوف الأستاذ عبد المنعم إمام وبشوف النماذج المشرفة للمعارضة المصرية زي النائب أميرة صابر وزي الزميل العزيز أحمد الشرقاوي وزي هذه النماذج اللي بتعبر عن شباب مصري قادر على التواجد بساحة على الفعل يعني وفاعلية في الساحة السياسية، وقادر أنه هو يؤثر وقادر أنه هو يطرح قضايا ويتمسك بمواقفه فيها على أرضية وطنية. الأمر هنا بيختلف من يمكن من مراحل سابقة،
كان بتمثل انسداد في أفق العمل السياسي إلى مرحلة يستطيع هؤلاء التعبير عن نفسهم والمشاركة. وينبغي أن نشجع هذا الأمر. هذا الأمر يتعلق بمستقبل هذا الوطن، وإحنا بنبني هذا الوطن ينبغي جميعا أن احنا نكون على وعي أن احنا بنبني درجة درجة، وأن احنا بنبني درجة درجة في مجتمع قضايا متعددة. مش هقدر أحقق حق سياسي لوحده دون أن أحقق حق اجتماعي لوحده دون أن أحقق حق اقتصادي بالتوازي. هذه الحقوق حقوق متوازية، مش هقدر أخد الحقوق السياسية كلها، وإلا النتيجة هتكون عندنا في ظل الأزمات الشديدة اللي احنا بنشوفها احتمال عودة هذه النماذج مرة أخرى للسيطرة على مجال العمل السياسي. اللي أنا شايفه النماذج اللي بقصد بيها هذا التنظيم الإرهابي الذي تمكن من مفاصل الدولة في ظل الضغوط الشديدة اللي كان بيمر بها الدولة في الفترة من 2011 ل 2013، وشفنا نتيجة وصولهم إلى سدة الحكم كان شكلها عامل إزاي. النهاردة وإحنا بندير هذا الحوار أولوياتنا مختلفة، وشبابنا وهذه النماذج المشرفة لديها أفق كبير جدا متوسمة فيه الخير ومتفائلة، ينبغي احتواء هذه المطالب. ولازم ندرك أن هؤلاء الشباب هم إفراز اهتمام الدولة بالشباب من 2016 لغاية النهاردة. الأستاذ عبد المنعم إمام وهو بيتكلم قال أنا انقطعت عن العمل السياسي 7 سنين تقريبا، ماذا أعادوا للعمل السياسي مرة أخرى؟ هذه الانفراجة التي حصلت في الدولة المصرية للتعامل مع ملف الشباب بدءا من عام 2016 ده شجع شباب كثيرين جدا كانوا منعزلين عن الحياة السياسية وعن العمل السياسي وعن الاندماج في العمل العام وعن الثقة في الدولة. صحيح. هذا المشهد الذي نشاهده في الحوار الوطني في تقديري الشخصي يعكس ثقة كبيرة في الدولة، ثقة كبيرة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي النهاردة حاول أن يرشد الأفكار العامة. صحيح. اللي موجودة عند الناس ويقول لهم أنا معاكم لغاية الآخر، اللي هتتوافقوا عليه وهيوصلي طالما في حدود سلطاتي الدستورية سأوافق عليه، ما يخرج عن نطاق اختصاصاتي الدستورية سأحيله إلى مجلس النواب. مجلس النواب اللي هو مشكل من مين؟ مشكل من قطاعات كبيرة من هؤلاء الشباب المنتمين لتنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين المنتمين إلى قواعد شبابية في الأحزاب. مستقبل هذا الوطن في شبابه، قوة هذا الوطن في شبابه، ومن ثم هذا المشهد الذي رأيناه اليوم هو مشهد يؤكد أن هذه الدولة استفادت كثيرا من دروس 2011، اهتمت بشبابها، تدرك أن قوتها في تلاحم هذا الشباب خلف الأهداف الوطنية للوطن، وهذا الأمر يعمق الانتماء الوطني اللي هو سلاحنا لمواجهة كل هذه التهديدات. وفي النهاية يبقى أن احنا جميعا نشعر بالفخر الوطني والفخر القومي لما استعدته مصر من أمجاد على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية، بحيث أصبحت بالفعل دولة قادرة على التأثير مش في الداخل بس، قد بفعل تلاحم الداخل خلف القيادة السياسية، واللي طالما بيشيد به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة ارتفاع معدلات وعي المواطن المصري. صحيح. بالمخططات قدرت الدولة المصرية ان هي تكون فاعلة في الإقليم، قدرت الدولة المصرية ان هي تكون مؤثرة وفاعلة في القضايا الدولية، ويمكن الفترة القادمة ستشهد تدخل مصري أفريقي في قضية هي الأهم والمؤثرة على دول القارة الأفريقية ودول المنطقة العربية، القضية الروسية الأوكرانية. مصر تحولت كثيرا عبر السنوات العشر الماضية، ينبغي أن نكون منتمين أكثر لهذا الوطن، أن نعمل بجدية أكثر، وأن نكون فخورين بما حققناه، لأننا كنا نستحق هذه التجربة في تاريخ حكاية وطن. صحيح. ويمكن يعني مسألة تجاوز تأثير الأزمات العالمية علينا هنا في مصر، قصة التضامن ما بيننا جميعا زي ما أكد عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بين كافة فئات المواطنين والحكومة، أعتقد أنه دي كلمة السر لعبور الأزمات العالمية اللي بتؤثر علينا بشكل كبير. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والديمقراطية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا أستاذة هدية، شكرا لحضرتك، سعدت بصحبة حضراتكم النهاردة في التاسعة. ويعني وإحنا بنختم كده عايزين نبارك لمنتخبنا الوطني اللي انتزع بطاقة التأهل لبطولة كاس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعد ما فازوا على نظيره الغيني 2-1 في المباراة اللي جمعت ما بينهم على ملعب مراكش الكبير في المغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، اللي سجلوا الأهداف لمنتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد، وبكده رفع رصيد منتخب مصر بهذا الفوز ل 12 نقطة متصدر المجموعة، وتجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني. مبروك لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله كل التوفيق في البطولة، ويعني سعدت بصحبة حضراتكم النهاردة، ودايما أشوفكم على ألف خير.